بذكرك بدءا حيث سددت لهجتي لذكرك فاذكرني بعائدة الكرم بنظرتك الأولى أجزني نظرة بها الخير في ديني ودنياي لي عم وليس وقوفي وابتهالي مجديا إذا لم تجزني أنت نظرة من رحم بنظرتك استخلص لذكرك وجهتي لتنظر مني الذاكر المحسن المتم هي الأصل والفرع اختياري فسقه في مراضيك ذكرا مستمرا بلا سأم أنل من حظوظ الذكر مرضاة خالقي وأقمع شيطاني وأجلي به الغمم. يسأل الله تعالى مزيد التوفيق ومزيد المدد ومزيد العون، وهو نفس الموضوع، موضوع أنه لولا الله ما قام بذكر الله، فيقول زدني منك مددا وتوفيقا لأقبل عليك إقبالا وأعبدك وأتبتل إليك ولأنال فيوضات الذكر وكراماتك التي تكرم بها الذاكرين، ومنها أنل من حظوظ الذكر مرضاة خالقي وأقمع شيطاني وأجلي به الغمم. أول فوائد الذكر قمع الشيطان، لأن ألد عدو للإنسان في سيره إلى الله وسلوك الصراط المستقيم هو الشيطان، فإذا قمع هذا الشيطان فما بعده أهون، وقمع الشيطان بذكر الله لا سوى أبدا. ذلك لما جاء عند تفسير قول الله في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس، قال إذا ذكر الله خنس، يعني هرب، إذا ذكر الله خنس يعني هرب. الذكر يقمع الشيطان، ولذلك يعني لما تدخل المسجد كذا لتصلي أداء شعيرة الصلاة اللي هي أعدى عدو للشيطان، تدخل المسجد البيت المقدس إيش تقول؟ إيش تقول؟ أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إيش؟ من الشيطان الرجيم. ولما تفتح القرآن لتقرأ القرآن الله يقول لك إيش؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ولما يصف الله المتقين يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف طائف، قراءتان، طائف طيف طائف طيف، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. وإن يقول صلى الله عليه وسلم وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان، أجبن ما يكون الشيطان من الدنو من الذاكرين، يمس يصرع يصعق متكهرب كذا، روح الذاكر لله فيها طاقة كهربائية، إذا مس الشيطان يتكهرب يصعق، ولذلك هو يحاول يفصل تيار الذكر عنه ليكون هامدا يتصرف فيه كما يشاء، لكن ما دام ذكار لله ففيه طاقة تفزع الشيطان لا تقربه بسببه. قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فإيش؟ فاستعذ بالله. الشيخ ايش يقول؟ يقول أنا من حظوظ الذكر مرضاة خالقي وأقمع شيطاني. أول شيء يرضي الله بالذكر يرضي الله، أرضى ما يرضى الله به الذكر. ثم يقول وأقمع شيطاني وأجلي به الغمم، الكربات تزال بالذكر لله سبحانه وتعالى.